مين فيكم مدام سنية؟ أنا. الأشعة دي حديثة يا مدام سنية؟ أيوة دكتور. طب قولي لي يا مدام سنية، حضرتك عندك كام سنة؟ 37. متجوزة بقالك قد إيه؟ 15 سنة. طب قولي لي، العلاقة بينك وبين جوزك منتظمة؟ ما تقلقوش، اتفضل. اتفضل. الكشف الخارجي بيقول انك زي الفل يا مدام، وكمان واضح ان انت اتعالجتي بالكلوموفين سترات، يعني الهرمونات مظبوطة والسونار والتحاليل ما فيهاش أي حاجة، حتى التحاليل بتاع جوز حضرتك ما فيهاش مشكلة. الحمد لله. أمال إيه المشكلة يا دكتور؟ إن شاء الله ما فيش مشكلة، بس هو في صعوبة في عملية التخصيب نفسها، عشان كده إحنا بنلجأ للتخصيب المخبري. اللي هو طفل الأنابيب. لا، ما فيش طريقة غير دي؟ دي عملية مضمونة وبتتعمل كل يوم، ما فيهاش أي مشكلة. بس يعني المشكلة في جوزها يا دكتور، هو مش موافق. ليه؟ علشان حرام. ده مش رأيي. جوزها شيخ وشايف ان طفل الانابيب حرام. وانتي شايفه ايه؟ انا مش شايفه حاجه، ما اقدرش اشوف حاجه غير اللي هو شايفها. طب لاجل خاطري اشربي دي معلقه واحده، واحده بس. ما هو لازم تاكلي لك لقمه يا حبيبتي، ما تستهونيش. اصلا دي عمليه زي اي عمليه. لو اعرف ان المزغوط مش جاي معاكي كنت جيت خدت. ما كلمتنيش ليه طه؟ واحدة بس، واحدة. طيب، على راحتك. تعالي قومي ريحي لك شوية. تعالي يا حبيبتي، على مهل، على أقل من مهل. يلا، اسندي علي. تعالي يا حبيبتي. أنا مالك يا روحي، أنا مالك. معلش، بكرة تبقي زي الفل. إنه لله اللي كان السبب. سلامتك يا حبيبتي، سلامتك. في نفسك كده، الشجرة اللي ترمي مرة ترمي التانية، بكرة تعوضيه ويبقى عندك بدل العيل قرطة عيال.